الناس كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا الكبيدات ها انتم اختي غنشرب معكم واحد الحليوه كيف ما كتشوف اختي حطيت الكبيدات غير نبدا نخلط ونقول نشاركها مع البنات. مهم جوج بيضات كاس ديال السكر الثقيل معلقه ديال المايزينا كيف ما كتشوفوا كاس ديال الزيت ربع ديال الزبده وسكر فاني كيف ما كتشوفوا الدقيق تيوقع على حسب الخليط والخماره البنات ها انتم واحد المعلقه ديال الخميره يعني 8 غرام كيف ما كتشوفوا الكبيدات خليكم معايا ايوا ها انتم يا الكبيدات اختي كيف ما كتشوفوا معايا. المهم شوفوا معايا اختي هذاك الصاشي اختي السكر فاني جوج البيضات وهذاك مايزينا كيف ما كتشوفوا معايا. المهم اللي بغى يدير قشور الحامض راه تيديرهم انت اختي كوش اختي مع بعضياتو خلينا نحط الزبيده شوفوا الزبده اختي بحرارة في المطبخ وعاد الحال ما بقاش بارد يعني الحال بدا اختي كيسخن كيف ما كتشوف ما بقاش ديك الزبده كتجيبها واخا تحطها غير في البلاكار تلقايها قاسحه. صافي كتبدا يا اختي تصب ديري هكا باش زوينين بس تقصروا بنتي التباصل نقول لهم حنا مرات باص على اختي كانوا ولكن داروا هذا الشيء هذا باش القصريه او القصريه كل شنو تيقول بها فنان يا اختي جبتهم معايا من المغرب الكسكسو واش كنسد كيف الكسكسو هذا شي مش عارف فنان اول مره كندير فيهم الحلوى هكا عجبوني الصراحه غاقين هاك اختي او اختي هاك شوفوا ملي تولي لكم بحال هاك صافي كنبداو كنزيدو في الدقيق بشوي بشوي كريمي هو الخليط ديالي تيكون كريمي لا ماما لا 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 وقف وقف اجي اجي شوف اجي اجي عاوني اجي عاون مامي اجي عاون مامي دلاك تعطي ماما دلاك صافي كبيداتي نزيد الدقيق نجمعها ونرجع لك. المهم بنات شوفوا معايا انتم اختي المهم هنا راه انا مسحته اصلا هذا اختي خدمت فيه يعني راه هو ثاني في يعني الثالث كنزيد اختي نرشو الدقيق نقصها محمد يوسف ان شاء الله نقص 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 شوفوا ماما واش كيتسجل لي اجي كيتسجل صافي البنات انا كنفضل نورق على الورق ديال الطبخ او ورقه ديال الفرماج عرفتي كتوصلي وتتهزيها متلصقش ليه صافي كبيده شوفوا معايا هكا شفتوا شوفوا معايا اختي اختي يا اختي الشكيل. المهم انا خديت هذه القطاعه ها هي عرفتي القطاعه صافي طابله قلبي خصها غير تلاح دائما تندير بها هكا اختي غادي صافي اختي وناخذ هذه عرفتي تجي حتى الوسط وتاخذوا هذه شتي هكا اختي ها انتم هاك اختي والله يا اختي صافي الكبيدات خليكم معايا شوفوا اختي صافي هادو اللي غنديرو تحت وهادو اللي غنديرو الفوق وكيف ما كتشوفوا معايا حلوه اختي اللي كبيره هذه اختي هي اللي كتباع عندنا هنايا كتكون حلوه كبيره ما كتكونش ديك الصغيره كاع ديك الصغيره بحال عندنا حنا ولكن صغيره كاع باش مره نشاركها معكم البنات يعني كديروها غير بهذه وكتديروا عاصره كتباع غاليه راه ماشي رخيصه يعني خليكم معايا
قهيت فيها او خاصني باش نجهز بلاتي نجيب البنات باش نهز واش اش كيبان ليكم اختي وناس شوف باش تجي مقاد دهزوها بشي حاجه ياكم شوف انا كن شوف غنحاول نحطهم يعني هكا باش يجوني حيت ما غنديرش واحد الكميه كثيره حيت كبارين هادو البنات شوفوا معايا اي خربقتها خربقتها انت اختي انت كل وحده نحط واحد ديالها علاش اختي اجي تهزي ايوا ها انتم شوفوا معايا صافي هنا راه درت جوج ديال الطاوات ندخلهم الفران بعد ما نخرجهم ان شاء الله ونرجع لكم اختي باش نوريهم لكم انتما شوفوا قداش تبارك الله البنات هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طابت يا اختي الحلوه خديت هذا الفوق هذا الفوق ديال الحلوه كيف ما شفتوا خديت درت ليه السكر الثقيل كيبقى لكم الاختيار يعني تقدروا ما ديروش هذا السكر الثقيل تقدروا تخليوه معايا هكاك كبيداتي ولا تقدروا تزينوهم بالطريقه ديالكم هنا كيف ما كتشوفوا معايا انا كامل غندير لهم السكر الثقيل ونرجع لكم باش تشوفوا الطريقه ايوا الكبيدات ها الحلوه من بعد ما زينت هذيك بالسكر كلاصي اخرى كيف ما شفتوا عسلتها خديت الحلوه البنات قلبتها ديك ديال التحت قلبتها درت شي اللي كتكون في الطاوه صافي غندير فيها المربى اختي المربى اي مربى عندكم انا درت ديال البرقوق اللي كنسبق لي وحطيت لكم يعني اللي كنصايبته معكم كنشاركت معكم تبارك الله الشجيرات ديالو يا اختي واجي نعاود لكم على الشجيرات المهم هذوك الشجرات البنات هذا العام ما كاين برقوق غير واحد المهم هما تحيدوا دوك الشجرات تحيدات وحده والاخرى بقى فيها غير واحد العريش ما عرفتش واش غي يعني واش غيديروا ولا لا المهم ما بقاش كنشاركتهم معكم وتبارك الله كانوا مدلين في الارض وكان فيهم واحد البرقوق ما نقولش لكم البنات واعر 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 وحلو البنات يعني كنت كنصايب منه المربى كثير كل عام ولو كيكون باقي عندي كنعاود نصايب ايوا المهم البنات الحمد لله راه باقي عندي اختي المربى يعني هاد العام ما كاينش الكوفيتير ما غاديش نصايبو حيت راه هذيك ما نظنش غدير ايوا صافي هنا اختي كنحط هذاك المربى كيف ما كتشوفوا كنعاود ناخذ هذيك الفوقانيه اللي زينتها بسكر كلاصي وصافي وكنحطها فوق هذاك الشيء وصل عندي بالنسبه للناس هذيك الحليوات اللي درت فيهم انا السكر كلاصي كيبقى لكم الاختيارات تقدروا اختي ما ديروهش ايوا صافي خليكم معايا حتى نكمل نوريكم الشكل النهائي ديالها ايوا يا الكبيدات كيف ما كتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله جربوهم نالوا الاعجاب ديالكم تقدروا دير لهم كبار صغار اللي بغيتوا كيف ما شفتوا انا اختي درتهم كبارين يعني في حجم عائلي اللي كل وحده ما يعاودش وبالصحه والراحه ان شاء الله تعجبكم الطريقه ديالي وشكرا لكم كاملين كنبغيكم كنموت عليكم